أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القلب على أبصارهم وهم لا يؤمنون إنا أضلنا في وناكهم أغلالا فهي إلى الأصحاب فهم مغمهون وذل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم وهم لا يبصرون أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون.